تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة الأخبار، معكم حسين هاشم وحلقة جديدة ومباشرة من برنامج مطبخنا. اليوم مثل ما معودين علينا كل جمعة بنجيب لكم طبق مختلف من مطابق كمان ساعة شرقية ساعة غربية. اليوم شو الأكل؟ صيني اليوم عندنا، رجعنا للصين اليوم. لحم بقر مع الكاجو. لحم بقر مع كاجو، نحط مع الصويا صوص، يعني صلصة الصويا والخضرة اللي مبينة. هلا إذا بتطلع مثل هيدا الرز المقلي اللي عملته فرايد رايز هذيك المرة باكل، وهي بتطلع مع طيب. إنه أنا بحبش الأكل الصيني، بس هذيك المرة الرز طلع شيء فاخر على الآخر مثل ما بيقول. أكيد الحلقة تعرف بشكل مباشر، دائما بنحب من خلال هيدا البرنامج، برنامج مطبخنا، إنه تكون لنا فرصة إنه نسلم عليكم ونتحدث نحن وياكم، وأكيد أيضا إنه نجاوب على أي أسئلة عنكم إياها. مثل ما موعودين علينا رح نعطيكم المكونات، رح نعمل الخطوات والستبس نحن وياكم، وأيضا رح تشوفوا هالطبق النهائي. دائما نتمنى دعمكم بمربع التعليقات والتفاعل معنا بكل البرامج، وخاصة ببرنامج مطبخنا، من خلال أسئلتكم، تعليقاتكم، تاج لأشخاص تانيين، ومشاركة الحلقة على أوسع نطاق. واللي منه متابعنا يتابعنا بشكل مجاني على فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك، لايك وفولو، وسبسكرايب على يوتيوب. نحن جاهزين لحتى نبلش بهالحلقة المميزة. خلينا نحن نيكون ننطلق. طبعا مثل ما قلنا عندنا اليوم طبق مميز عالمي، هذا الاكل الصيني ياباني. عندنا لحمه البقر مع الكاجو، بدخل فيها يعني هون اللحمه ممكن اخذها من الفخذ او من الرباي او من نيويورك ستيك، بدي اقطعها بهالشكل هذا الاصابع مثل الشاورما يعني، وبدي ارجع اتبلها ملح، شويه بهار، شويه بابريكا، حبه صويا صوص. وعندنا هون شايفين في توم ناعم، بصل جوانح، وعندنا زنجبيل اخضر مفروم ناعم، وعندنا هون ثلاث انواع فلافله حلوه، حمراء وصفراء وخضراء، وعندنا بصل اخضر، وعندنا جزر رونديل، والكاجو يعني 75 جرام، وعندنا هون اخر شيء ملعتين نشا بنعقد فيه الصلصه، وعندنا صلصه الصويا. مثل ما قلنا اول شيء اللحمه بدي تبلها شويه ملح. هذه لحمة شو قلت انت؟ هذه رباي، هذه ممكن يقولوها من الفخذ، هبرة، يكون شيء دقن اللحام يكون طري يعني. نعم. لأنه إذا كانت آسيا ما بتسوى، لأنه هي لحمة طرية جبناها نحن، بتاكل دغري، ما بدنا نطبخها بمدة طويلة يعني. طينا ملح، بهار أسود حلو. نحط شوية فشو شوي لقدام للصحن هيك ليبين منيح. ايوه استاذ، هذا شو بهار ابيض؟ لا هذا توم بودره، حطينا بهار اسود ناعم، وهلا شوي صلصه صويا. اكيد كل المكونات اللي عم تمر رح تطلع قدامكم بعد شوي، رح نحط لكم اياها على الشاشه، ورح نبلش نسلم عليكم اكيد، وتحيتنا لكل اللي عم يحضرنا وصلى الله عليكم. اول شيء رح نقلي الكاجو. اي وبنرجع نقلي او الطنجره الزيتة، بدي بلش بقلي اللحمه، برجع بنصير نقلي الخضرة، وآخر شيء بنعمل الصلصة. إلا ما نعطي معه رز أصفر، يعني رز بسمتي أو أمريكي، بس هو البسمتي أكتر شيء، أو بنحط له كركم، شيء ملعقة صغيرة كركم اللي هو الأصفر، الأصفر عائد الصفر، عائد الصفر الكركم بيقولوا له. هون بدي أعطي الكاجو لون أشقر، وبرجع ببلش بقلي اللحمة. أول شيء بقيم اللحمة وبلش أقلي الخضرة. شاف الكاجو فينا نبدله بشيء تاني؟ يعني بتعرف بعض اللي بيحضرونا أو بشكل عام، هي اسمها كاجو، إذا بدل فيني حطوا لاوز فيني، يعني بدين إياه فيه حطوه، بس فيني فزدو حلبي السوداني الأبيض. فزدو حلبي السوداني الأبيض، أوكي. تمام. دايماً بحب أنا أعطي خيارات يعني بشكل عام. فباسمة أهلا وسهلا، أم محمد حجار أهلا وسهلا، دنيا أهلا وسهلا، بسمة يا هلا، باسمة يا هلا، ميلا، سامي،
تحياتنا لكم جميعا، واكيد شكرا على متابعتكم المستمره لهيدا البرنامج. اكيد عم يتابعنا، بتمنى منكم تعملوا تاج لاشخاص ثانيين وتعملوا شير للحلقه، واكيد شكرا لكم دائما على هالدعم المستمر لهذا البرنامج. هلا هيك قرينا الكاجو، اي حطوا على محرم شوي مشان يمرق لانه بيعطي حماوه، بصير يشقر لونه كتير. شفتوا الكاجو كيف طلع لونه؟ هلا اللحمة ايه. حطيت لها البهارات والصويا، بدي اخلطها شوي وبقليها محل ما قليت الكاجو زي بيكون حامي. ودائما اكل الصيني بده يكون النار قوية. شايفين الطبق المميز قدامكم. اكيد مره ثانيه برحب بكل عم بيحضرنا، بكل عم بيشاهدنا. لميس اهلا وسهلا يا لميس. لميس اول مره بتحضري هذا البرنامج؟ هلا بشوفك بتحضري برامج ثانيه بس اول مره بتحضري هذا البرنامج. برنامج مميز. شكرا شكرا يا اوادم. اخي ما في منكم انتم، والله ما في منكم. لو في منكم اثنين شو بدي اقول لكم انتم يعني. اكيد عم ينضم لنا هلا، ما تحكي الهم، دائما الحلقه بتضليها موجوده على فيسبوك وعلى يوتيوب، وبالتالي باي وقت بتحبوا فيكن ترجعوا لها. ايضا عم نشتغل على الفيديوهات القصيره، نزل كم فيديو قصير بس هلا رح نرجع ننزل فيديوهات قصيره، بتصيروا فيكن تحضروها على تيك توك وانستغرام. عم بلشنا نشتغل عليها اوريدي، فان شاء الله بهاليومين المفروض نطلع يعني من الحلقات اللي عم نعملها هون على فيسبوك ويوتيوب كمان تقدروا تحضروا فيديوهات مختصره على انستغرام وعلى تيك توك. شو رايك يا حاج؟ منيحه هالفكره؟ معلوم معلوم مش هيك؟ ايه هيك بصير يحضروا ورا بسرعه. ايه اوريدي بلشنا نشتغل عليهم للفيديوهات، الشباب بالاديتنج يعطيهم الف عافيه. مفروض يعني بعثت لهم ثلاث حلقات امبارح، فالمفروض يبلشوا عليهم وكل شيء يكون تمام. فمنو تابعنا على انستغرام وتيك توك كمان يتابعنا ليقدر كمان اذا بيحب يحضر او بتحب تحضر. يا هلا يا هلا بالجميع، منورين والله منورين، كلكم منورين والله مش مزح. يا هلا بأمي شو أخبارك؟ طيب مثل ما شايفين قدامكم اللحمة، دايما بنذكركم أكيد الأكل الصيني لازم يكون نار قوية. نحن عنا النار هون على قدها يعني ماشي الحال، ماشي حالة، بدها تاخذ لون شوي اللحمة أشعر. عم نستعمل الغاز اللي هو فينا نستعمله بقلب المكان الموجودين فيه نحن يعني بالنهاية. هلا هو قليني هون، هلا نرجع نقليه شوي مع الخضرة. نحن بطريقنا جايين ناكل الغداء. مجدة أهلا وسهلا يا مجدة. هذيك المرة ما أخذ صحن حدا، إجا أخذ صحن. ما عندناش مانع، أنتم بتفكروا عم نمزح نحن بس والله ما بنمزح. اللي حد الاستوديو تقريبا كلكم صرتوا بتعرفوا وين الاستوديو، حتى اللي مش عايشين بميشيغان اسم الله بس يجوا يزوروا ميشيغان عم يجوا ياخذوا صور لحد الاستوديو. فأهلا وسهلا فيكم. مريم درويش الله يعافيكي يا رب. يا هلا وغلا بالجميع والله، يا اهلا وسهلا منورينا والله. خبرونا مين منكم عم بجرب الاكلات اللي عم نعملها على برنامج مطبخنا. خبرونا عاجبكم البرنامج، عم تستفيدوا منه. تشكيلة الخضار والالوان رائعة، تسلم ايد الشيف. شكرا يا لميس. هاي الالوان حلوة، لكم احلاها الالوان، شيء كتير حلو. اللحمة ما نقلبها لتاخذ لون بالاول من تحت لانه بتمصل. اوكي اوكي، هذي كتير انتبهوا عليها، بس تاخذ لون نقلبها. وفاء اسماعيل اهلا وسهلا. سمار اهلا وسهلا الله يعافيكي. شكرا يا باسمة. اول بدنا نجربها من عندكم قبل ما نطبخها بالبيت. ابو اسيل ايه تكرم عينك تكرم عينك. مريم شكرا يا مريم.
صراحة أنا بتعلم منكم لأنه مش كتير بعرف أطبخ. يلا منيح يا باسمة، عشان هيك على طول اسم الله عليك أول وحدة بتكوني بالحلقة. أنا مرتي عامل كتاب من الطبخات. كل ما يعمل طبخة هي بتكتبه على الكتاب، صار عندها كتاب طبخ. برنامج غير شكل. شكرا يا سمر. والله أنتوا يا جماعة غير شكل، ما في منكم والله. مكونات كم عندكم؟ هلا بنحطها على الشاشة. خلينا نحطها هلا كون الشيف يعني بس ناطر لتستوي اللحمة. سولو هير وي جو. هيدي هي المكونات مثل العادة. مثل بقلكم أنا إنه خذوا سكرين شوت، يعني خذوا صورة للمكونات لأنه أكيد ما راح تلحقوا تكتبوها. برنامج الطبخ حلو لو كنا بنعرف نطبخ، بس كل مرة بنستفيد من معلومة جديدة. شكرا يا لميس، 100% مزبوط. نحن وأبو أسيل لازم ندوقها. إيه قولوا الله. اوكي المكونات موجودة قدامكم، اللي بيحب ياخذ لهم صورة فيكم تاخذوا لهم صورة. خلال 5 ثواني راح نشيلهم. 5 4 3 2 1 بنرجع للشيف. يلا اللحمة قليناها وهم تاخذ لون، لأنه بنرجع نقليها شوي مع الخضرة. تمام تمام تمام. دائما هون بتنتبهوا الشغلات الصغيرة يمكن هي دائما تلعب دور. أوقات اللحمة لازم تستوي على الأخير، أوقات نعطيها لون لأنه بدها ترجع نحطها يعني. فهمني كيف؟ آه هيك بتسيبي هون عشان ما ننسى. إيه 100%. هلا بننطر الزيت ليحمى شوي، بدنا نبلش نحط اول خضرة. شيء بنحط الثوم. هذا الثوم اول شيء. ابو اصيل مش اسيل، ابو اصيل. ليك هيدي صارت معنا هذيك المره لما كان دي جي اصيل هون، كان انا قلت له اسيل، هلا هو بيقول اسيل حتى هو يعني. الشباب العراقيه صاروا يقولوا لي اصيل مش اسيل، اصيل. قلت لهم يا اخي ايش بدك نعمل لكم، نحن اللبنانيه اوقات لساننا مرخي خيي. هاي الزنجبيل. يلا تفضل. زنجبيل فيني برشوه برش او فيني فرموه ناعم. ايه بدنا نجرب اكله يمنيه. ايه تكرم عينكم غادة، اهلا وسهلا فيكي واهلا وسهلا باهلنا بكندا. عباس هاشم يا هلا. بلش نحط زنجبيل والثوم شقره، بلش نحط الخضرة. دايما الاكل الصيني بتلاقي فيه بقلبه زنجبيل و زنجبيل و شغلات مهمة والله. هودي الزنجبيل يعني شيء مهم جدا يعني. الأكلة اسمها لحمة بقر بالكاجو مع رز الأصفر، اسمها بيف وكاشيو ناتس. هي أكلة صينية صينية اليوم. أم وائل يا أهل وسهلا الله يعافيكي. خليني بلش أشتغل شغلي. مثل بتعرفوا أنا شغلي بهيدا البرنامج ضب صحون. هون البصل والخضرة بديش هني يشقروا، بس يتدبلوا تتبيل يعني. دايما ترتيب اللي بتحطوا فيه الخضرة مهم، لأنه إذا حطيت خضرة الفليف مع بعض ما بيأثرش. تمام. زينب زين أهلا وسهلا فيك يا زينب زين. شو هالالوان الحلوة هيدي؟ شو هيدا يا شاف؟ شو هاللون الخطير جدا؟ اللي بده في ياكل حر في يحط، هاني حط قرن شيلي صغير يعني حرم اخضر. ايه اللي بده فيه في يحط شيلي باودر يعني، اللي بده حر زيادة. انا حاجة تحط ليش حرم بكفي زينب بزعيط الحر حرتني امبارح. لا حطينا شيء بسيط ليعطي نكهة بس. العاملة نودلز مع ستيك ام حر حرت سمانة يا زلمة. هي بتاكل حر هي. كان جاي على بالها الحر، قلت له انت جاي على بالك الحر وانا شو؟ تحياتي زينب زين وينك بلبنان؟ والله يلا انجوي ات انجوي ات. لبنان حلو هلا. احلى ما تكوني بديربون هايتس. ديربون هايتس وديربون كان تقريبا شي 50,000 واحد 75,000 واحد بلا كهرباء هاليومين. ايه
نشرب الضوء بحط مي بارد. بوست ديربون وبديربون هايتس وقع شجر كتير منيح، في وقع 10 سيارات وقطعت الكهرباء. عم تعمل النشا مش هيك؟ النشا بالضوء بحط مي بارد لتعقد فيه يعني. شاف عم يحضرك شي 130 واحد، قل لهم شكرا. يا اهلا شكرا فين كل نسوي هون، قل لهم طلع هالكاميرا، قل لهم شكرا وبرافو وكملوا شكراً هيك. شكرا، ونحن بنحبكم كلكم وتحب تحضرونا، ونحن دائما بنحافظ ونعطيكم الشيء الاجد. يا عين كبير. هلا حطينا الجزر، قلينا الفليفل شوي، حطينا الجزر رندير. على فكره الجزر نعم أنا سلقته ثلاث دقايق يعني بلانشير من اللي نحن عطول نقول هالكلمة بلانشير، يعني ثلاث دقايق ونغسله دغري بالماء البارد ونحطه لحتى يضل محافظ على لونه، يضل بالماء السخنة بيلبغ لونه. فغسلته بالماء البارد لحتى إما الماء السخنة بيضل محافظ على اللون تعوله. يا عين صار لك شهر بلبنان وبعبك تعدي ثلاث أسابيع، والله نيالك معنا. هلا بنحط البهار، بهار اسود ناعم. صحتين يا حجي، بطاطا وستيك، اكلتوا بطاطا وستيك امبارح؟ ايه يا زلمه عزمونا. طيب هي حبه بابريكا، بابريكا، حبه كمون صغيره. اكيد اللي عم ينضم لنا هلا الحلقه بتضليها موجوده على فيسبوك وايضا على قناتنا على يوتيوب. اللي منو متابعنا على يوتيوب اعملوا سبسكرايب على يوتيوب، المتابعه مجانيه. واللي منو متابعنا على فيسبوك لايك وفولو على فيسبوك، اوكم تعملوا سبسكرايب على فيسبوك بدفعوكم حقها، بس اعملوا سبسكرايب على يوتيوب. واكيد لايك وفولو على فيسبوك انستغرام وتيك توك. ملح مش حنكتر هون، انا حطينا ملح هون وبنحط صلصه صويا، صلصه صويا بتكون مالحه شوي. نعم نعم. هلا نحط اللحمة. يا عين العين تعشق قبل الفم أحيانا. يا والله بلشتوا تصوروا وتكتبوا شعر، والله يا حاج عم تخليهم يكتبوا شعر للجماعة. والله رحت على الجامعة يا حاج امبارح، والله عملت حالي مؤمن ورحت حضرت المجلس. هات حبة مرقة صغيرة، كعب ماجي بقر، نحط شوية ماي. أكيد كبسوا لايكس قبل ما فيكم، عملوا تاج لأشخاص تانيين خصوصا أشخاص ما بيحضرونا، عملوا شير للفيديو، دايما نحن شاكرينكم. و وي لاف يو جايز، مأجورين، الله يأجرك يا حبيبة، ثانك يو سو ماتش. شوية مي سخنة مش باردة، لأنه الله يحفظك يا حجي، شكرا. دائما نكون مي سخنة هون حطينا، ها؟ لأنه دائما الأكل هون نحن عم نعمله ما فينا نحط بارد، لأنه هو سخن تحط بارد بكز. تمام. بعد ما عملوا يوم العاشر المسيرة، يعني عملوا مجلس المسيرة نهار الأحد، لا أكيد رح نغطي المسيرة مثل ما بنعمل كل سنة نحن، يعني يعني نحن بنغطي المناسبات لكل المناسبات اللي بتصير. تفضل حاج. صويا صوص، حطينا صويا صوص، اكيد انتبهوا الملح لانه الصويا صوص فيها ملح، فانتبهوا قديش عم تحطوا ملح بالاكله، يعني فاهمين كيف، لحتى ما يعني تطلع مالحه الاكله. نضال اهلا وسهلا. يا نحن كل المناسبات الاجتماعيه وبعض المناسبات الدينيه اللي هي بتكون كبيره بنغطيها، يعني دائما يعني. تفضل شيف. حط نص البصل الاخضر ونص ما نحطه على الوجه. تمام، هيكو منها لون، صارت يعني لونها كتير حلو. ايه لا الشيف نفسه طيب على الاكل، شو لك يعني يا ابو اصيل، شفت؟ شو
شكرا على التاجز يا سمر ويا لميس، وده كل واحد عم يعمل تاج، شكرا لكم. يلا شو جاي عبالكم للمرات الجايه نعملكم؟ هلا طلبوا منا معكرون حلو، جمعت الجاي رح نعمل معكرون. معكروني هيدي الحلو سويت، ونعمل معه شيء صنف صغير لحتى لي بس معكروني. طيب المعكروني هذا الخضره لازم تضلها شوي الدنتي، يعني تقرش شوي صغيره. اوكي، مش لازم تستوي. اوكي، هلا نشي نعقدها بشويه نشي. ايه اهلا وسهلا فيك يا حبيبه. سو هلا حطينا النشا لنعقدن. شو معنات نعقدن؟ يعني تشدها، يعني شده يعني. اوكي اوكي. هيك يا زلمه خلص شهر 7، اليوم ب 28 صرنا نحن، يعني بده يبلش شهر 8. هيك طبختنا بكون خالصة. خلصت الطبخة؟ ايه والله انها خطير يا زلمة. نحن قلنا الخضرة بدناش ان بين الضحك واللعب بتخلص الطبخة يا زلمة انت. هذا الرز نحن عاملينه. الكاجو فيني حط نصهم بقلبهم ونص بدنا زين فين على الوجه يعني. معكرون على طول بعملها. اوكي، طبخات سحريه بسرعه. ايه مزبوط، الله يعافيك يا مستر ايب. هذا الرز، ايه رز مبين اسم الله، شيء فاخر. بس بتقربوا شوي على هيك بس لحتى رح نسكر بس نحن. يا عين يا عين، جميل جدا. لو تشوف الشوب والحريق. ايه والله، في حتى عندنا هون في شوب، يعني مثل الاريزونا مطرح ما عايشه حبيبه، صار لهم تقريبا 25 يوم الحراره ما عم تنزل تحت ال 110، يعني هذه سابقه تاريخيه مثل ما بيسموها، يعني بحياتها مش صايره. كان اكثر شيء عندهم 18 يوم انه الحراره بتضليها فوق ال 110، صار لهم 25 يوم الحراره فوق ال 110. الكاجو مقلي او لا؟ انا بلشت اخرى اكيد. اذا بترجع بتحضر الحلقه من اولها مريم، علينا كاجو علينا علينا اكيد. بس بدك تنتبهي امتى بدك تشيليه لحتى ما يطلع لونه يعني كتير اشقر او اسود يوصل، يعني شفتي لونه كيف هون. زينب زعيتر هلا كنت عم بحكي عنك حبيبه لل 105. ايه 100% عم تطلع فوق ال 110، مش عم تنزل تحت ال 110 للاسف يعني. تمام، هودي الرز الاصفر، اكيد صرنا عاملين رز الاصفر اكثر من مره، وهلا بنرجع بنذكركم باخر الحلقه كيف عملناه. كل كبايه رز بدها كبايه ونص مي يعني. وهذا الرز انت شو عامله؟ اي رز منهم؟ بسمتي. بسمتي تمام، انا دائما بحب يعني. بدوش يعمل فيه يعمل امريكاني، بس البسمتي بيطلع اطيب معنا. شفت زينب زعيتر بس عرفت اكله صينيه اجت دغري. شفتوا زينب زعيتر اقوى منكم يا جماعه. ها، وي ار اوتسايد اوبن ذا دور. تفضلي تفضلي، معك المفتاح. تشاينيز فود يا زينب، تشاينيز فود اليوم. يا عين يا عين، شو هالمنظر الخطير هيدا، شو هالمنظر الشيء زاكي كتير هيدا. عراية الخالصة تريبو.
نكست ويك برياني نكست ويك. لا بدنا نعمل معكروني نكست ويك. وراها وراها ان شاء الله. وراها وراها. طيب نرجع نحط كاجو فوقهم على وجهن. حطينا شوي بقلبهم. شكرا زينب زين، شكرا لك. ما راح عليك شيء يا مها، اكيد يعني شكرا لوجودك معنا على اللايف، ودائما حضرتك بتحضري. دائما انا برجع بذكركم انه الحلقه بتضليها موجوده على فيسبوك وعلى يوتيوب. اكيد انا بنبسط فيكم لما تحضروا معنا لايف ونسلم عليكم نتحدث نحن وياكم، وهيك هيك جو هيك ايجابي وحلو يعني، فهمنا لي كيف. بس اكيد كمان اللي بيحضر بعدين الحلقه وتشز كتار منكم برجع بيحضر الحلقه بعدين، وي لاف يو، ثانك يو فور واتشينج، وضلوكم عم تحضروا الحلقات والبرامج كلها. شو هالطبق الخطير هيدا؟ العرق اخضر. شو هالطبق الخطير اسم الله هيدا؟ شو هيدا؟ سناء ما بيأثر، لحقتينا، مهم لحقتينا وسلمنا عليك. سونيا الله يعافيك يا رب. هذا كان طبقنا اليوم. هذا البصل الأخضر نحط شوي هون. يا عين لك شو هالمنظر هيدا، شو هالمنظر الخطير هيدا مان. لا يا حج عم بكل حلقة عم هيك ما فينا ضليل لحق معك أنا مان. هيدا بصل أخضر حطينا. شو هالمنظر هيدا اسم الله. كيف يا جماعة؟ كيف يا جماعة؟ بتشوفينا من نيويورك؟ تحياتنا لأهلنا من نيويورك، والله we miss you guys. هذا كان طبقنا لليوم، لحم البقر مع الكاجو. إنه بناخد اللحم من الفخذ اللي دقن اللحم طرية، أو من الرباي الستيك، أو من نيويورك الستيك اللي بدنا إياها. نعم. مهم يكون طرية. نقطعها مثل الشاورما، بعدين بنتبلها. شوية بابريكا، شوية ملح، بهار. صلصة صويا وتوم ناعم وحبة كمون، نمزجهم مع بعضهم. بدي نحط زيت بالمقلاة كبيرة أو الطنجرة. بنقلي أول شيء الكاجو ليأخذ لون أشقر، بنشيله بنحطه على جنب. بنرجع بنقلي اللحم يكون تبدينا نحن، كمان بنحطه على جنب بس نقليه. بدنا نبلش نقلي الخضرة، أول شيء التوم الناعم، الزنجبيل الأخضر ناعم. بنرجع بنحط البصل اللي هو جوانح، بدناش يخليه يشقر، بدنا بس يتدبل. نرجع بنحط الخضرة اللي هن الفليفة الحمراء والخضرة والصفرة والجزر، نحن قلنا بنسلق 3 دقائق بس مع بعضهم. نرجع بنحط هاللحمة، ملح، بهارات طبعا اللي احنا حطيناهم بالتتبيلة، صلصة صويا، شوية مرقة، نغليهم غلي وحدة، بنرجع نعقدهم بشوية نشا وبنسكبهم. بدناش بس نعقدهم بالنشا خلص، ما عادش بدنا نغليهم، نحن بس بنعقدهم لتطلع الصلصة متماسكة يعني. نسكبهم بجاط، بنعطي معهم رز أصفر. نحن استعملنا البسمتي هون، يعني 300 جرام، فينا حتى 400 جرام ماي، 50 جرام زبده ورشه ملح، وبنطبخهم. وعقدة صفراء ملعقة صغيرة. بتقدم هو لحال والرز لحال. هيك انطبقنا، واهلا وسهلا فيكم. يعطيك العافية شاف، يعطيك العافية. شيء مميز، طبق كتير حلو مثل العادة يعني، شيء روعة روعة روعة. يعطيك ألف عافية أكيد. إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذا البرنامج. كثير بنتشكر هول عم يحضرونا دائما بشكل مستمر. هيدي كانت حلقتنا لليوم. اكيد اللي ما قدر يحضر الحلقه من اولها فيكم دائما ترجعوا للحلقه، رح تضليها موجوده على فيسبوك وايضا على يوتيوب. كمان منو متابعنا يتابعنا بشكل مجاني، لايك وفولو على انستغرام وتيك توك وسبسكرايب على يوتيوب. يعطيك العافيه شيف مره ثانيه. هذا طبقنا لليوم اللي هو كان لحم بقر بالكاجو مع رز اصفر. هيدي اكله صينيه. ما تنسوا دائما تتابعونا، تتفاعلوا معنا من خلال اللايك والتاج لأشخاص تانيين ومشاركة الحلقة. شير شيف، خلينا نقول لهم باي. يلا باي، يلا بنشوفكم الحلقة المقبلة نهار الجمعة الجاي إذا الله رد. Enjoy your weekend. شكرا لكم على حسن المتابعة.